السلفي خذ بنصيحتي واسمع هديت إلى رضا الرحمن. يا أيها السلفي خذ بنصيحتي واسمع هديت إلى رضا الرحمن. لا تقترب نحو الجدال فإنه داء يشكك في عرى الإيمان. ودع التعصب للرجال فإنه دين اليهود وزمرة الشيطان. واشكر حماة العلم واعرف قدرهم واحذر سبيل مجرح فتان. والزم سبيل السالفين فإنهم نور يدل التائه الحيران. واحذر سبيل الظلم والعدوان لا تظلم وخف من نقمة الديان. أشغل زمانك بالعبادة والتقى والعلم والتعليم كل أوان. واترك بضاعة من تردى سوقهم في نيل عرض فلانة وفلان. واخلع مصاحبة الجهول وذي الهوى من كل مبتدع وعش بأمان. ودع الكلام بما يضرك قوله لا تحقر الذرات في الميزان. وإذا تنازع عالمان فدعهما للشرع لا للظلم والعدوان. لا تنتصر للنفس أو لمعظم من غير ما دين ولا برهان. فالكل آت في القيامة وحده والحكم لله العظيم الشان. ودع الكلام عن الرجال لعالم عدل تقي صادق الرمبان. وصل اللسان عن الشتائم والأذى كم باللسان يزف للنيران. واحذر تسر بزلة من مسلم وقل المحامد للذي عافان. واستر عيوب الغافلين وقل ولي عيب وستر الله قد غطاني. وافرح بتوبة تائب واحفل به.